جماعة كنت ماشي صدفة في أحد مخيمات النزور وشفت حاجة زاكية اللي أكثر من 100 يوم ما شفتهاش. تعالوا أوريكم إيش هي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يا جماعة شفنا أول مطعم شاورما في مخيمات النزور. أنا صغير طول عمري بس بقول لهم بس تكبر كنت أقول لهم علم شاورما هيك. شغلونا عندكم. حققت اشي بنفسي انا يا جماعة من زمان نفسي يعني. اقسم بالله كنتها بتشاهد جرب بقولكم ايش رأيك. اقسم بالله فخمة. دبل 55 شهر. واحد قلت. ايوه اديله. توست تعمل توست كمان. استنى بيعملوا توست بقول لك على الجريل. لحمة غالية. والمكان من وين انا بس بفهم. وين ضايل في مكان شاورما في غزة جبته كيف بدافع مش عارف هذا والله هذا جبناه بمعنا جبناه من خان يونس من الشرقية يا الله. تحت الضرب تحت النار تحت القصر يعني أقول لك اللي إجوا جابوهم يعني سجدوا لله الحمد. إنهم وصلوا بالسلام يا ولعت الأجواء الله هنا سوف أسكت قليلا جاكي بتجنن هذا فجور ان ناكل شاورما بالحق شاورما زاكيه بالوقت هذا اللي فيش فيه اي موارد تطلع بالطعم هذا انجاز